السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم منى من قناة منى هاند ميد. النهاردة هنعمل مع بعض ايس كاب لبنوتة. هنحتاج مع بعض خيط صوف وسط، هو يعتبر فتلة حلوة وناعمة جدا، ويعني انسب حاجة تلبسها بنوتة صغيرة. هنشتغل بإبرتين، الإبرة الأولانية أو الأساسية مقاس 6.5، والإبرة التانية مقاس 3. ودلوقتي هعرفكم ليه هنستخدم الإبرتين مع بعض. وطبعا هنحتاج الكورة ديت، وممكن تستغني عنها بس هي بتدي شكل لذيذ للآيس كيب. وهنحتاج لإبرة التنظيف. هنبتدي طبعا هنا انا قست مقاس ارتفاع الراس، يعني من اول بعد الحواجب بشويه لغايه نص الراس من ورا، طلع المقاس 30. يعني انا هعمل سلسله مقاس 30. وطبعا الجزء اللي انا تانيه ده اللي هو بعد ما بنخلص الايس كاب هنتنيه، يعني انا عامله حسابه في الطول. هنبتدي نعمل السلسله، يعني انا ما اقدرش اقول على عدد معين، وطبعا احنا بنطول علشان لو قلبنا الجزء القداميني في الايس كاب. وهنا هبتدي بقى ارتفع، هعمل غرزة، هشتغل غرزة حشو. طبعا انا هنا شغالة بإبرة مقاس 6.5، عشان انا عايزة الغرزة تبقى واسعة شوية. هنا احنا ما اشتغلناش بقى زي ما بنعمل دايما بداية للايس كاب وبنكمل عليها بعد كده اللي هو محيط الرأس، لا انا هنا يعتبر شغالة يعني زي ما يكون هعمل مستطيل وبعد كده هقفله مع بعضه، بس انا هشتغل بطريقة تانية خالص ومختلفة. يعني همشي بشكل طولي في الغرز لغاية ما اوصل لحد معين، وهنبتدي نشتغل بغرز منزلقة عشان ألم الآيس كاب من فوق وأضمه بحيث ما يبقاش كله سوى واحد. هنا أنا عملت الجزء ده كله غرز حشو، هاجي مثلا عند الجزء دوت وهي حوالي 5 سنتي، وهاخد إبرة رقم 3 وابتدي من عند الجزء ده بالظبط اعمل غرز منزلقة، لان انا عايزة اضم الجزء ده، يعني عايزة يبقى الجزء ده اقل من الجزء اللي انا بدأته، وطبعا ده هيوفر عليا كتير ان انا هاجي بعد كده اضم الجزء ده او هقفله. هتاخد معايا شكل الايس كاب من غير ما ابتدي بقى اعمل محيط الرأس الاول وبعد كده ابتدي واسع وبعد كده ابتدي اعمل غرز تناقص عشان تلم معايا، لا دي طريقة تانية خالص. انا يعني كده شغالة غرز منزلقة. وطبعا هتلاحظي بعد كده ان الشكل بيبتدي، يعني الجزء ده بيبتدي يقل عن الجزء الاولاني، وطبعا كل ما بنشتغل اسطر اكتر كل ما بتبان.
وطبعا برضو بعد ما بخلص ال5 سنتي دول، بعد ما بخلصهم بوصل لنهاية السطر، برجع تاني بنفس طريقة المنزلقة، وبعد كده اكمل غرز الحشو اللي انا عاملاها. يعني هفضل كده رايحة جاية لغاية ما اوصل لشكل معين او مقاس معين اقيس على البنت او الولد اللي انا هعمله، ولغاية ما احس انه كده المقاس حلو جدا بقفل. آخر غرزة كده، السطر الأولاني خلص. هرجع تاني بنفس طريقة المنزلقة، هدخل تحت السلسلتين دول في أول واحدة بس، تاني غرزة هبتدي أدخل في الحلقة الخلفية دي اللي هي اللي ورا، عشان أنا عايزة شكل السلسلة أو شكل الضفيرة زي غرزة التريكو بالظبط، هو اللي يبين. يعني الحلقة الخلفية دي السلسلة فيها جزئين، أنا بدخل في الجزء اللي ورا، ولو تلاحظي معايا خد معايا شكل السلسلة، بس طبعا هنا انا ضماه. وبعد كده هبدل بقى الإبرة، هستخدم الإبرة التانية اللي هي 6.5، وبرضو ادخل في الحلقة الخلفية غرزة الحشو اللي عملناها في الأول، أهي شكل الضفيرة بين. وانا كده راجعة تاني، يعني انا خلصت السطر ورجعت تاني ووصلت لغرز المنزلقة، هعمل اخر واحدة خلاص، ابتدي بقى ابدل واستخدم الابرة التانية. فكرتها سهلة جدا، بس يعني هو تبديل بس الإبرة، وطبعا أخلي بالي برضو إن أنا إمتى بغير الإبر. اعتقد كده ان هي بقت واضحة، يعني عندي جزء مضموم اللي هو نهاية الايس كاب، يعني عند منتصف الراس بالظبط. وهنا انا عملت اسطر كتير كتير طبعا، وقست على اللي هيلبس الايس كاب، وطبعا ده الجزء اللي هو اللي انا عملته بالمنزلقة، شايفة هو مضموم ازاي، هيوفر عليا كتير جدا، وهياخد شكل الايس كاب اللي انا عايزاه من غير ما اتعب نفسي. ودلوقتي انا قصيت وهلضم بإبرة التنظيف، انا شايفة هنا بصراحة انها يعني بتخيط هي كده بتخيط، يعني ليها بصراحة استخدامات كتير جدا.
مش التنظيف وبس. هنا هقعد اخر غرزة منزلقة انا عملتها، يعني انا ما عقدتهاش بالابرة. هبتدي بقى، يعني انا فضلت ان انا اضم الجزء ده قبل ما اقفل الجنبين، حسيت ان كده افضل واسهل وهعرف اتحكم فيه قبل ما اقفله. هبتدي بقى ادخل كده بالراحة تحت الغرز او تحت السلاسل الاخيرة بالراحة كده، وطبعا انا ضمه الجزئين على بعض. هدخل كده تحت الغرز بشكل كده حلو، وطبعا الخيط نفس اللون، يعني مفيش اي مشكلة حتى لو خرجت عن الغرز. من تحت كده ادخل، وطبعا في النهاية انا كل ده هشده، بس طبعا يفضل ان انا يعني اخيط الاول وفي الاخر خالص اشد عشان تبقى الشدة مظبوطة، ما تبقاش مشدودة من جزء وجزء لا. اعتقد كده هي واضحة اكتر. طبعا كلنا بنحب نلبس ولادنا في الشتاء ايس كيب حاجة زي كده، وفي نفس الوقت بيبقى شكلها لذيذ قوي عليهم. حاجة حلوة انك تعملي لابنك او بنتك حاجة بقى، وتختاري بقى الوان وتعملي له كل اللي انت عايزاه. طبعا ابتدي اشد الخيط لغاية ما احس ان انا هقدر يعني اضمهم عند النقطة دي، يعني اشد الخيط قوي واحاول اوزع الخيط كويس. يعني المسافة اللي انا احس ان هو ده كده تمام ومظبوط كده، انا هدخل بقى الابرة في الجنب التاني اللي انا بدأت منه، وبرضو هنا هشد اكتر. بالشكل ده وبنفس الخيط دوت هكمل وهقفل الجنبين. هحاول اعقد الجزء ده كويس، يعني اروح واجي كده بنفس الخيط كذا مرة على نفس المكان، ومستحيل طبعا انها هتتفك لان انا هكمل بنفس الخيط قفل الجنبين. وطبعا قبل ما اقفل الجنبين هجيب الكرة، هحاول اجيب الشعر بتاعها كده على تحت علشان ما يضايقنيش وانا بخيط او يشبك في الابرة. هدخل الكرة، هدخلها من هنا، يعني الشريط الستان بتاعها ده هدخله. طالما انا هقفل جنب الايس كيب من الجزء ده يبقى انا لازم ادخلها من جوه.
وبرضو تركبها قبل قفل الجنبين احسن بكتير. وطبعا بإبرة ابتدي بقى ان انا اخيطها واثبت عليها كويس جدا. يعني كل ده انا شغالة وانا قلبة الايس كيب، يعني هو كده مازال مقلوب. وبنفس الجنب ده، يعني نفس الوش اللي انا شغالة بيه ده، هو اللي هقفل بيه الجنبين، وفي الاخر خالص هبتدي ان انا اعدلها بعد ما اخلص كمان قفل الجنبين. وهنا انا ثبت عليها كويس جدا اهي. هقلب بقى، واخر حاجة خالص هبتدي بقى اقفل الجنبين بتوعي. طبعا هشبك بقى الاخر، وهشبك الجزء اللي فيه نهاية الغرز الضيقة، يعني هحط الجزء ده على الجزء ده وابقى ماشية مظبوط عشان اعرف بدايتي فين ونهايتي فين. انا هنا ممكن اخد غرز منزلقة بإبرة الكروشيه، يعني ممكن ان انا اقفل بغرز منزلقة، بس انا شايفة انها هتعمل يعني هتبقى بارزة شوية، ففضلت طبعا ان انا اسرك كده من تحت السلاسل بإبرة التنظيف. ووصلت الاخر اللفق، طبعا برضو لازم ارجع تاني وادخل الخيط على جوه شوية بنفس طريقة الغرز دي اللي هو ماشية من تحت الخيط او من تحت اي سلاسل تقابلني. هو ده الشغل المظبوط، ان انتي ما تسيبيش خيط طالع زيادة او تسيبيه كده محرف لبره، بحيث ممكن يتشد، ممكن يعني بيبقى الشكل مش حلو وبيبقى الشغل مش نظيف. تبتي مرة واتنين وتلاتة، وهنا انا عدلتها. بعد ما اتعدلت انا لقيت الخيط دوت اللي هو كان البداية، ونسيت طبعا ان انا ادخله جوه معاهم. طبعا همسك بقى الابرة، ابرة الكروشيه الصغنونة اللي هي مقاس 3 اللي احنا اشتغلنا بيها، او اي ابرة رفيعة عندك، وادخل الخيط تاني على جوه بمنتهى البساطة. وبرضو بقى اقعد وبعد كده اقص الزيادة او ألسعه بالولاعة. كده هي خلاص خلصت، اظبط كده بايدي من جوه. واتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم، وان شاء الله تعملوها لولادكم. وأشكركم جدا جدا على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.